أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ مع العناوين. جاء في المدى هذه لا تحبط محاولة استيلاء على أراضي بقيمة 10 مليارات دينار. ألترا عراق عنونت الفراغ السياسي قاب قوسين أو أدنى، 58 نائبا فقط في جلسة انتخاب الرئيس. يقنت تقول العراق استمرار الخلافات السياسية حول جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. وجاء في الجارديان تقرير أمنستي يؤكد على إجماع واضح حول تحول إسرائيل لدولة فصل عنصري. ونتصفح في القدس العربي، برلمان العراق يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية ويحول جلسته لتداوليه. العرب الجديد عنونت بايدن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان بشكل منسق بمواجهة روسيا. ونتصفح في نيويوركر اتفاقية روسيا الصين تتحدى أمريكا والغرب وتشير لعهد جديد في النظام العالمي. أهلا بكم. نبدأ من الميثاق، حيث صحيفة الميثاق الوطنية العراقية نشرت مقالا للكاتب وليد الزبيدي تحت عنوان النزوح والتهجير تخريب متعمد خطير. بعد هذه السنوات الطويلة التي عاشها العراقيون من إجبار على النزوح والتهجير، تبدو الفكرة أكثر وضوحا من تلك السنوات، وأقصد 2008 و9 و10 وبعدها. وقد لا يتأثر كثيرا بهذا الأمر كبار السن، وأقصد أنهم قد يبقون على التصاقهم ببيئتهم بصورة قوية، وهذا أيضا لا يشمل الجميع، لكن الأكثر تأثرا هم الشباب والأطفال. قبل كل شيء سرعان ما يتلاشى من ذاكرتهم المكان والبيئة والتفاصيل الصغيرة التي عاشوها لمدة قصيرة، وبهذه الحالة يحصل نوع من الإزاحة الحالية على حساب الماضي القريب. إذ تبدأ بيئة جديدة من الأصدقاء وأماكن التعليم واللعب واللهو وحتى طرز البناء والعمارة، فضلاً عن اللغات واللهجات وما يشاهدون وما يسمعون. وما دمنا نتحدث عن مئات الآلاف من النازحين والملايين من المغادرين إلى دول مجاورة وأخرى بعيدة، فإن الحديث هنا عن ظاهرة تشمل أمة من المبعثرين في الدول وأصقاع الأرض وفي الشتات بين الشعوب. ومن دون شك تظهر الصورة جلية وتتكشف أخطار المخططات التي عملت على التوسع في إبعاد العوائل من مناطقها واضطرارها للعيش في أماكن أخرى. ويمكن لنا التعرف على أكثر من جيل من الشباب والصبية الذين تفككت علاقاتهم ببيئتهم الأصلية واضطروا للتعايش مع بيئة أخرى لا علاقة لهم بها، أي إن عملية فصم قد حصلت بين الجذور بسبب تراكم الكم الكبير من الممارسات الحياتية اليومية في أوساط مختلفة تماماً عن البيئة تلك. إن طرح تداعيات النزوح والتهجير والتعمق في خطورته ودراسته بروية تامة وبعلمية يفرض مسؤوليات على الجهات التي تتعمد إبقاء الحال كما هو عليه، وتوجب تحركا واسعا لوضع حد لهذه المخططات التي ستخرج منه آلاف الآفات الخطيرة مستقبلا. كم ريان لدينا يحتاج الإنقاذ؟ يقول الكاتب أكرم عبد الرزاق المشهداني: ودع الطفل المغربي ريان وقطع الشك باليقين وأنهى مأساة الانتظار التي طالت 5 أيام من أجل إخراجه من الجب الضيق العميق الذي زلت فيه قدمه. ليس ريان أول من زلت به قدمه إلى قاع بئر مظلمة، لكنه حجز لنفسه أكبر مساحة ممكنة للضوء منذ عقود، وتحول إلى أيقونة للألم والوحدة والمشاعر الجامعة بين العرب من المحيط إلى الخليج. هناك كثيرون من انتقدوا انشغال العالم بقضية ريان وتناسيه معاناة
آلاف بل ملايين الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم يعانون مثل معاناة ريان، ولكن قضية ريان احتلت الاهتمام الإعلامي الأول لأنها قضية إنسانية لا علاقة لها بالسياسة، ولأن ريان طفل بريء لم يكن له ولا لعائلته أي صفة سياسية أو فكرية. عائلة فقيرة تعيش في الريف المغربي، وسقط هذا الطفل في بئر في القرية، وتطلب الأمر الاستعانة بقوات الإنقاذ الوطني لاستخراجه من حفرة البئر. نعم، هناك الملايين من الأطفال يمتلكون معاناة قاسية في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار وليغور ومناطق أخرى من العالم، يتعرضون للاضطهاد والظلم والقسوة بسبب تبعيتهم لوالديهم أو جنسيتهم أو دينهم. وهناك الآلاف من الأطفال حرموا من آبائهم الذين أودعوا في المعتقلات أو صدرت عليهم أحكام جائرة من الحكام الطغاة بعد محاكمات مهزلية لا تتوفر فيها أبسط متطلبات العدالة. نعم، إن آلاف الأشخاص ما زالوا تحت أنقاض الجانب الأيمن من مدينة الموصل من دون أن يتدخل العالم لبذل الجهود وحشد الإمكانات الفنية المتطورة لاستخراج جثثهم من تحت أنقاض الجانب الأيمن من الموصل. كما أن هناك الآلاف من الأطفال الذين يعيشون حياة البؤس والشقاء في مخيمات الهجرة والنزوح في أماكن مختلفة عديدة دون أن يفكر العالم في مصيرهم ومحاولة إنقاذهم من هذه المعاناة. كم ريان اليوم في عالمنا الفسيح المليء بالظلم والاستبداد يحتاج للإنقاذ؟ كم ريان عراقي سوري فلسطيني ما يزالون تحت أنقاض الأرض وأنقاض الظلم والقهر؟ رحم الله ريان المغرب وعانى ريانات فلسطين والعراق وسوريا وسائر بلاد العرب والمسلمين. ننتقل وإياكم إلى موقع كتابات. يقول الكاتب باسل عباس خضير: على الرغم أن الفساد ينتشر في العراق بشكل يجعل بلدنا في مقدمة قائمة الدول التي تضعف فيها الشفافية وتسود فيها السرقات والفساد، إلا أننا نسمع بين الحين والآخر أن الدولة استطاعت الكشف عن بعض الحالات من خلال الرقابة المالية أو هيئة النزاهة أو البرلمان أو من خلال القضاء أو من خلال اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، وبغض النظر عن كمية وجود وفاعلية تلك الإجراءات واللجان ومدى إسهامها في المعالجة الجذرية أو عدمه لظاهرة الفساد، إلا أنها تهتم بالدرجة الأولى والأساس بالأموال والأصول المسروقة من الدولة، وكأن تلك السلطات معنية بالدفاع عن حقوق الدولة وأموالها المنهوبة بمعزل تماما عن حقوق المواطنين. صحيح أن القضاء يختص بالقضايا المدنية المتعلقة بأموال الناس المنهوبة أو المستحقة من خلال محاكم البداءة أو غيرها من السلطات، إلا أن هناك حلقة تكاد تكون مفقودة، وهي الدفاع عن حقوق الناس وأموالهم في علاقاتهم بالقطاع الخاص ومنها القطاع المصرفي والأهلي، إذ إن هناك متعلقات لم تحسم منذ سنوات. ومن الناحية القانونية فإن البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن تنظيم هذه العلاقة والتصدي لمخالفاتها ومساءلة مرتكبيها. وعند الحديث عن الأداء الذي ألحق أضراراً بالمواطنين من قبل المصارف الأهلية المتلكئة، لا نجد في الواقع الفعلي أثراً لتفعيل مواد القانون لتلك المصارف الأهلية التي لا تزال تحتفظ قسراً بأموال المساهمين والمودعين والدائنين أفراداً وشركات من دون اتخاذ إجراءات تعيد الحقوق لأهلها الذين باتوا يعانون الظلم. ومن أمثلة ذلك مصرف الوركاء الأهلي الذي بدأ بالنكول منذ عام 2010 ولم يجد دائنوه رد الفعل المناسب من قبل إدارته أو من قبل البنك المركزي لإعادة الأموال لأصحابها، فالقضية في حالة صمت بعيداً عن علم أصحاب الحقوق، والنتيجة أن المودعين لم تسترجع إيداعاتهم منذ أكثر من 12 عاماً.
ولأننا في دولة والكلام للكاتب، فإن المفروض ومن المفترض أن تحل هذه المشكلة دون التكتم عليها لأي كان باتخاذ إجراءات عملية لإعادة أموال الناس والتوقف عن الصمت القاتل الذي لم يجلب غير الخراب لبيوت العراقيين ممن ائتمنوا هذا المصرف بأموالهم ولم يجدوا غير التستر عليه. وخلال هذه السنوات العجاف الماضية مات منهم من مات وتعرض غيرهم لأشد الإحراجات، فالمودعون ضاعت عليهم الفرص في التصرف بأموالهم والمصرف لم يحرك ساكنا منذ سنوات. نشرت صحيفة الجارديان افتتاحية علقت فيها عن تقرير منظمة أمنيستي إنترناشيونال الذي وصفت فيه إسرائيل بدولة فصل عنصري. وقالت الصحيفة إن استمرار قهر الفلسطينيين يعمل على تآكل مكانة إسرائيل الدولية. كما توسعت التهمة أكثر وأكثر، فهي ليست منحصرة بالاحتلال العسكري فقط. لم يشك أحد أن استمرار إسرائيل على هذا المنوال من دون أن تتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين فستواجه اتهامات حقيقية بالفصل العنصري. وبعد 4 أعوام من التحقيقات أصبحت أمنيستي آخر منظمة حقوق إنسان توجه هذه التهمة، مستنتجة أن إسرائيل تدير نظاما يصل إلى حل الفصل العنصري بناء على القانون الدولي. ودعت الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات تستهدف المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وطالبت بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتقول الجارديان هذه أكبر منظمة حقوق إنسان في العالم، والنتيجة التي توصلت إليها تظهر أن النقاش بات جزءا لا يتجزأ من المحافل الدولية. وعلقت الصحيفة أن التشخيص الذي قدمته المنظمة الحقوقية حول الوضع الإسرائيلي يجب أن يثير قلق كل من يتمنون الازدهار لإسرائيل، والصحيفة نفسها مشمولة. وتعرضت أمنيستي لهجوم من الحكومة الإسرائيلية، لكن دافعت عنها عدة منظمات حقوقية محلية. وترى الجارديان أن رسالة المنظمة ستؤلم بلا شك اليهود الإسرائيليين الذين يتعاملون مع بلدهم على أنه منارة أمل ويفتخرون بتقاليده الديمقراطية. فهناك إجماع واضح بأن مصطلح الفصل العنصري يمكن تطبيقه على إسرائيل بطريقة متميزة عن النظام الذي طبق في جنوب إفريقيا. الجارديان تقول التهمة توسعت رقعتها، فهي ليست منحصرة بالاحتلال العسكري للمناطق الفلسطينية فقط، لكنها تشمل المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، بمن فيهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، التي تقول أمنيستي إنهم يعاملون كمواطنين غير يهود بمرتبة متدنية ربما، ويمنع عليهم بدرجات مختلفة ممارسة حقوقهم الأساسية حسب المكان الذي يعيشون فيه. قالت المعلقة في مجلة نيويوركر روبن رايت إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين وقعا اتفاقية لمواجهة الولايات المتحدة والغرب، وهي اتفاقية تتحدى النظام العسكري والسياسي الحالي. وقالت إن الرئيسين اللذين ظهرا في صورة يرتديان ربطة عنق بنفس اللون البنفسجي أعلنا في الأسبوع الماضي عن عهد جديد في النظام العالمي وإن كان لمدة قصيرة، حيث أكدا على أحقية كل منهما في أوكرانيا وتايوان. كشف أقوى مستبدين في العالم عن خطة واسعة لمواجهة الولايات المتحدة كقوة عظمى والناتو باعتباره حجر الأساس للأمن الدولي والليبرالية الديمقراطية كنموذج صالح للعالم. وأعلن في بيان نشر بعد لقاء الزعيمين عشية افتتاح الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية في بيجين أن لا حدود للصداقة بين البلدين ولا توجد مجالات ممنوعة للتعاون. وتشير رايت إلى أن الاتفاقيات بين موسكو وبيجين بما فيها معاهدة الصداقة الموقعة عام 2001 احتوت بشكل تقليدي على الخطاب النبيل والغامض بشكل تلاشى بالتاريخ المنسي
ولكن الاتفاقية المصاغة بأكثر من 5000 كلمة ليست مثل المعاهدات السابقة. حسب روبرت دالي مدير معهد كيسنجر للصين والولايات المتحدة في مركز ويلسون بواشنطن، ورغم أن الاتفاقية الأخيرة لا تصل إلى حد التحالف مثل حلف الناتو، إلا أنها تعكس عرضاً مقصوداً للتضامن وأكثر من أي وقت مضى. وقال دالي: هذا تعهد بالوقوف جنباً إلى جنب ضد الولايات المتحدة والغرب أيديولوجياً وعسكرياً أيضاً، وربما أعاد هذا البيان إلى بداية الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. كان لابد أن يسأل هذا السؤال، السؤال هو إلى أي مدى يمكن للصين وروسيا الدفع باتفاقهما؟ ويقول فيرشبو: الكلام شيء وعلينا انتظار ترجمة البيان إلى دعم صيني ملموس لسلوك روسيا العدواني، أو إن كانوا سيقولون حظا سعيدة نحن معكم ثم يديرون ظهرهم. فالصين لديها علاقات مختلفة وأحيانا براغماتية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهي تجارية الطابع، ولا يريدون حرق كل الجسور من أجل العلاقة مع روسيا. ذكر موقع بيزنس إنسايدر أن الصين تسعى للتقارب مع السعودية، فقد عمق البلدان علاقاتهما التجارية والدفاعية بالأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تنأى فيه الولايات المتحدة بنفسها عن الدولة الخليجية. ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين الجمعة لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث قاطع القادة الغربيون الحادثة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لطالما كانت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، وشكلت البضائع السعودية 17% من الواردات الصينية في عام 2021. ويشير التقرير إلى أن الصين لعبت أيضا دورا صغيرا في الدفاع عن المملكة منذ الثمانينيات، لكن الولايات المتحدة كانت دائما الضامن العسكري الرئيس للسعوديين. وقال جوناثان فولتون الزميل غير المقيم في معهد المجلس الأطلسي: إن التجارة العسكرية منخفضة المستوى لم تزعج الولايات المتحدة أبدا، مضيفا: كان هناك دائما القليل من ذلك، في الغالب أشياء عسكرية لا تستطيع الولايات المتحدة توفيرها. لكن الرياض وبكين تقاربتا في السنوات الأخيرة، حيث حددتا الأمن باعتباره مجالا رئيسيا للمصالح المشتركة. وذكر وولتون أن العلاقة بين البلدين تمضي بمستويات عالية، وظهر ذلك واضحا عندما تم الكشف عن قيام الصين بمساعدة السعودية في تطوير برنامج الصواريخ البالستية الخاص بها. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تتخلى بأي حال من الأحوال عن الشرق الأوسط، فإن تحرك الرياض نحو الصين وهو تحول يعكسه أيضا جيران المملكة يشير بوضوح تام إلى أن جميع الطرق لا يجب أن تؤدي إلى واشنطن، ويمكن أن ينتهي البعض منها في بكين. وفي خبرنا اليوم: تكافح السلاحف البحرية منذ سنوات للبقاء على قيد الحياة جراء المخاطر التي تهدد حياتها في البحر المتوسط، مثل شباك الصيادين وخيوط الصنارات التي تسبب لها أضرار كثيرة ومؤذية وتؤدي بحياتها أحيانا. وخلال العقود السبعة الأخيرة أصبحت حياة السلاحف البحرية مهددة بسبب مخلفات بلاستيك وتسربات النفط والتلوث الناتج عن المحطات الحرارية، إضافة إلى تغير المناخ العالمي. ولمدة عامين كاملين جمع فريق من الأناضول بيانات مهمة عن السلاحف في ولايات مغلة غرب تركيا وهطاي وأدنا وأنطاليا جنوب تركيا واسطنبول شمال غرب تركيا وريزة في شمال شرق تركيا، من مركز أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل للسلاحف البحرية في تركيا. ورصد فريق من مصوري الأناضول حياة السلاحف البحرية لمدة 4 أشهر في منطقتها الممتدة من ساحل إز طوزو أقصى غربي البحر المتوسط حتى ساحل سمنداغ في أقصى الشرق من تركيا.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.